نفتحنا هذا الموضوع، كأنه واحد من اللاعبين اللي يتعرض لانتقادات مستمرة أو بين فترة وفترة على مواقع التواصل الاجتماعي، أحلى ما بيك أنه أنت ما ترد. أنا رد يكون بالملعب على المنتقدين. أنا رد يكون بالملعب، ما أرد. شنو التفسير المنطقي لهذا الانتقاد؟ أكيد فد يوم فكرت بينك ونفسك ليش ينتقدون؟ ما أفكر أنا. أبداً أبداً ما أفكر وأصلاً ما أتابع وما أهتم. أنا دائماً ردي يكون داخل الملعب، مستواي اللي تقيمه الناس المختصة، الجمهور الواعي. يعني أكو جمهور بسيط، يعني مو أصحاب اختصاص، بس الأكثرية كجمهور هم واعين، هم مثقفين، هم يعرفون كرة القدم. صح هم مو أصحاب اختصاص بس يعرفون كرة القدم، وكذلك المختصين بكرة القدم هم اللي يقيمون اللاعبين، هم اللي يقيمون يعني كمنتظر محمد يقيمون مستواه بالبطولات اللي يشترك فيها. أنا حلو. صراحة ما أهتم. خلينا نوصل رسالة.